السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله تعالى غادي نديروا واحد الشرح للواجهة نتاعت برنامج مايكروسوفت إكسل 2007. أول حاجة تنستنتجوا أن الواجهة نتاعت برنامج مايكروسوفت أوفيس إكسل دايرة بهذا الشكل هذا. تتحتوي هنا على واحد العنوان كلاسور تيري مايكروسوفت إكسل. هذا كلاسور هذا هو العنوان تاع هذا الكلاسور اللي عندي، حيت كيف ما هو معلوم أن الملفات نتاعي برنامج مايكروسوفت اكسل هما عبارة على كلاسورات، وكل كلاسور تحتوي على فايل كيف ما قلنا هنا تيكون عنوان الكلاسور، وفي هنايا تيكونوا دوك لي فايل اللي كاين عندي انا في لو دوكيمون. مثلا ممكن يكون عندي الفايل الاولى او الفايل الثانيه او الفايل الثالثه. ثم عندنا كذلك هاد القائمه اللي كاينه في هاد الجنب اللي مسؤوله على ريدوي البروغرام او لا اغرونديغ او لا فيرمي. ثم كاين عندنا هاد التبويبات بهذا الشكل: اكوي، انسيرسيون، ميزون باج، فورميلير، دوني اتسيتيرا. تلاحظوا ان كل تبويب من هاد التبويبات تحتوي على واحد المجموعه ديال لي جروب، بحال مثلا هاد الجروب الاول، ثم جروب بوليس، ثم جروب تاع الينيومون، ثم نومبر اتسيتيرا. ومجرد ان تنكليك على هاد الجروب تي افيشي ليا، عفوا مجرد ان تنكليك على التبويب او لا لونغلي تي افيشي ليا دوك لي جروب اللي كاينين فوسطهم. ثم كاين هاد الواجهه بهذا الشكل هذا اللي هي عباره على مربع تتبان بحال شكل مربعات صغيره، وعندها واحد المعلم اللي هو ا بي سي دي او اتسيتيرا. ثم عندنا 1 2 3 4 وغادي التسلسل. ثم عندنا كذلك هنا هاد الوسيله اللي تتمكننا باش ندير واحد الزوم نتاع هاد الفايل اللي هنا. مثلا انا عندي هاد الفايل بهذا الشكل، ممكن نكبرها انطلاقا من كليك على الزائد هذه، وممكن نصغرها بهذا الشكل هذا. ثم هنا نماذج نتاع الاظهار، اما لو مود دافيشاج ممكن افيشي بهذا المود بهذا الشكل او لا بهذا الشكل او ما شابه ذلك. وحنا ان شاء الله تعالى غادي نتطرقوا لهذا الشيء كله بالتفاصيل. ما هذه الا عباره على واحد الواحد شرح بسيط الواجهه نتاع برنامج مايكروسوفت اكسل. وابخي ان شاء الله تعالى غادي نتشافوا معكم الشرح نتاع هذا البرنامج بالتفصيل ان شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.